ومن 2011 بدأوا الأسر يأمنون روحهم تأمين اختياري حالهم حال السجل التجاري أو أي رخصة ثانية. وفي بعض الأسر لله الحمد طلعوا تقاعد وما زالوا بعضهم لحد الآن يسجلون. وفرت الوزارة 3 أفران كل فرن يتسع تقريبا إلى 150 كيلو. الوزارة ما نقدم أي دعم مالي ولكن نقدم اللي هو عن طريق اللي هو بنك الأسرة نقدم قروض ميسرة. حاليا حدود 1300 يزيد شوية لمسجلين الحين في خطوة المشاريع المنزلية في عدة أنشطة.